هادشي ديال لا جينيرال اه سمعت حتى هذا با 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 لا غادي يشري ولا غادي يبيع. شوف انا اللي غادي نقول لك، جا عندي المدير العام ديال فرنسا ديال لا جينيرال، استقبلته السلام عليكم، قال لي السياسه ديالنا في افريقيا وكذا الى اخره مزيان ايوا، ولكن تتعرف على انه الان من ناحيه ديال البريدونسيال هادشي بدا. قلت له حنا ريغولاتور، حنا دابا لي ريغولاتور راه عارفين هادشي، ما تحتاجش تعمل لي، انا نعمل لك داكشي الا بغيتي. ايوا المغرب لا لا، حنا المغرب بالعكس فرحانين كذا كذا والى اخره، ولكن الى تزادت الامور عندنا تتعرف كان عندنا واحد الفروع اللي كانت في روسيا واللي كذا كذا الى اخره. قلت له شوف ما خمو دابا تعطيني غير بعض المعطيات ولما تكون واجد وكذا مرحبا بكم نشوفوا حنايا تندرسوا الى القانون واضح. الى تغيرت التركيبه اللي هو يعمل الكونترول ديال البنك لا ترجع يكون عند رخصه جديده، بما انه انتم عندكم الرخصه وعندكم فوق 50% طبيعه الحال الى بعتيو لا بد اللي غادي يشري يجي يطلب لاغريمون جديد، شي مفروغ منه في القانون الى اخره. واللي غادي يشري ماشي غير تجي لنا البايع وتتقول لي هذا شاري، لا الامور ما تتمشاش هكذا. حنا ما تنقول لك لاغريمون انا متفق عليه حتى تندرس الملف، شنو هو البروجي اندستريال، شنو هو البيزنس بلان، شنو هو لا فالور اجوتي اللي غادي يعطيني لما غادي يجي هو. عاد انا داك الا طمأنيت على انه العمليه غادي تكون مربحه للبنكه والدوله بسم الله، اذا ما كانت مربحه جاي للدوله هذاك شكل اخر. قلت له ودي قرر داكشي اللي غادي تقرر، ولا دخلتي في الاطار انك باغي تبيع حتى بالنسبه للمغرب، ها الا خصك الشاري ها الشاري باش نعطيو حنا الموافقه وتتم العمليه، هاش خصو هاش خصو هاش خصو هاش خصو، صافي واضح. وعليكم السلام.